الأرض والوراق. مين قالك هذا الكلام؟ انت ما قالك مين قال فرفور، لكن المطلوب فرفور. طيب وايش المطلوب قالك مني؟ المطلوب فرفور انه تعطينا اوراق الأرض. اوراق الأرض اللي جدي اعطاني اياهم امانة عشان احافظ عليهم وعشان احرر فيهم القدس واحرر لما تتحرر الاراضي انا واصدقائي فرفور. بدنا نشتري الارض. شري يا فرفور، بدنا نديك مصاري كتير. بدك تاخد مصاري كتير فرفور، وناخد الاوراق فرفور. اوراق ولا حاجه فرفور. لا مش احنا اللي بنبيع اراضينا لناس ارهابيين فرفور. نعم بدك تجيب الاوراق، يعني بدك تجيب الاوراق. مش سايب الاوراق ومش سايب ايه ومش سايب الاوراق فرفور. نعم مش سايب لك الاوراق. بدك تجيب الاوراق فرفور. بدك تجيب لي ورق فرفور. خلص خلص بدك تجيبه، يعني بدك تجيبه فرفور. مين جايبه لناس مجرمين؟ ثلاث اندال، ثلاث ارهابية. احنا اندال، احنا ارهابية فرفور. Buon compleanno, Guidardo.